لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 يقرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة ب 25 نقطة أساس. هذا الانخفاض لم يكن مفاجأة كبيرة في الأسواق المالية. كان جروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي ومسؤولون آخرون حذروا الأسواق منذ شهر من أن التخفيض قادم لا محالة. وبالفعل خفض الفيدرالي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة إلى نطاق من 2% إلى 2.25%. ومن أهم أسباب هذا التخفيض وبحسب البيان الختامي للاجتماع الذي عقده المركزي على مدار يومين هو التطورات في الاقتصاد العالمي إضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية. لم يجتمع أعضاء اللجنة السياسية للبنك المركزي على رأي واحد حول هذا التخفيض، فقد صوت لصالح هذه الخطوة 8 أعضاء من أصل 10، فيما عرض عضوان وهما رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في بوسطن ورئيسة الفيدرالي الأمريكي في كانساس سيتي، وهو ما قد يضع الأسواق في حيرة حول استمرار الخلاف بين أعضاء البنوك المركزية المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب جروم باول فإن تخفيض الفائدة قد يسهم في عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكن الضبابية لا تزال تكتنف تلك التوقعات. وعلى الجانب الآخر أشعر هذا القرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيبة أمل، وهو الذي طلب من البنك المركزي تخفيضا أكبر في أسعار الفائدة. ترامب انتقد مرارا الفيدرالي ورئيسه لعدم القيام بما يكفي لمساعدة إدارته في جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي.